السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة ستة، عاملين ايه؟ ان شاء الله احنا النهاردة هنكمل لسون اللافرز. شرحنا الحصة اللي فاتت الـ definition of lover، وقلنا ايه هي الـ components بتاعته. قلنا اللي عندنا fulcrum، عندنا resistance force، وعندنا كمان الـ effort force. طيب النهاردة هنشرح ايه؟ النهاردة هنشرح الـ importance of lovers، فايدتها ايه في حياتنا، ايه الـ benefits اللي بنستفيد منها. اول حاجة، معظم اللافرز increasing force. يعني ايه increase force؟ يعني بتزود لي القوة. انا دلوقتي في حاجات كتيرة في حياتنا ما بنقدرش نعملها، بتحتاج مننا exert effort كبير جدا، مجهود كبير قوي. طيب في آلات بقى بتوفر طاقتنا، بتوفر المجهود اللي احنا هنعمله، بتقلل الطاقة اللي احنا هنستهلكها. زي ايه؟ زي عندنا مثلا الكروبار. كروبار اللي هو مثلا شبه الفاس كده، بيشيل الحاجات الايه اللي على الارض، زي اسمه العتلة او الفاس. عندنا نمبر 2 النوك كريكر. النوك كريكر اللي هي كسرت البندق. طبعا لو احنا عملنا البندق بسنننا او بدروسنا، طبعا ده بياخد مننا افورت كتير جدا او مجهود كبير قوي، وممكن كمان سننا تتضرب، ممكن تتكسر. الويل بارو دي عربية الحديقة، او العربية اللي بنشيل فيها الحاجات التقيلة في الايه في اثناء الزرع بتاعنا. البوتل اوبنر، ودي فتاحة الازايز. وطبعا الازايز القديمة دي اللي هي تبقى عندها الغطاء بتاعها بيكون برشم جامد قوي، ما بنعرفش نفتحها. طب بنستخدم ايه عشان نفتح الازايز؟ بنستخدم البوتل اوبنر اللي هو الايه فتاحة الازايز. يبقى عندنا نمبر 1 في الامبورتانس كانت increasing force. some lovers saves exerted force، بتحافظ على المجهود او الطاقه اللي احنا بنعملها by using small force to make great effort، عشان نعمل مجهود كبير قوي بطاقه قليله خلاص، او carrying او moving heavy loads، حاجات التقيله. طبعا لو قال لنا ليه كروبار بعتبره increasing force lover؟ because it used to make great effort by using small force. بستخدم small force، قوة قليلة بالنسبة لي، وبعمل great effort مجهود كبير قوي، او بتعمل شغل كبير بطاقة قليلة مني خلاص. بعد كده عندنا increasing speed. increasing speed بتزود السرعة. عندنا اكزامبل واحد بس اللي هو الهاكي بات، والهاكي بات ده اللي هو كرة المضرب او مضرب الكرة. some lovers increase the speed of object، بتزود السبيد بتاعت الاوبجكت. الهاكي بات بيعمل increasing the speed of the ball. moving force from one place to another، بتنقل القوة من مكان للتاني. زي عندي المانوال بروم. المانوال بروم الفورس بتاعت ايدك بتنقل من وانت واقف في مكانك. المانوال بروم بتنقل الفورس from your hand to another place، من مكان للتاني. يبقى وانا واقفه بستخدم المقشه وبلم بيها اي حاجه من بعيد وانا واقفه في مكاني، يبقى كده الفورس اتنقلت من غير ما اتحرك، اتنقلت من بليس لانذر بليس باستخدام الايه المانوال بروم. بعد كده عندي accuracy in performance، دقه في الاداء. طبعا في عمليات جراحيه السيرجرز او الجراحين بيعملوها، فبتبقى محتاجه اداء دقيقه جدا جدا، عشان لما ييجوا يعملوا العمليه وعايز مثلا يشيل حاجه معينه او يسحب حاجه معينه ما يشيلش حاجه غلط، يبقى التويزر مسؤول عن accuracy in performance، دقه في الاداء. because it used to pick up very small objects، حاجات صغيره جدا. طبعا برضو الساعاتي او الراجل بتاع الساعات اللي بيصلح الساعه بيبقى عايز يشيل حاجات صغيره قوي، طب مش هيعرف يشيلها باي اداء، لكن التويزر عنده accuracy in performance، دقه في الاداء عاليه جدا. بعد كده عندنا اخر حاجه في الامبورتنس، avoid dangers، بيتجنب المخاطر. عندنا الكول هولدر، الايس هولدر اللي هو الماسك. الماسك ده طبعا بيك اب اني هوت اوبجكت، اني كولد اوبجكت، اني بويزن ماتيريال. الحاجات الكولد الساقعه قوي، الهوت السخن قوي، البويزنز اللي هي السامه، كل الحاجات دي بتحتاج هولدر عشان يجي ما تتلسعش من الكول، ما تسقعش من الايس. لو في حاجه بويزن سامه مثلا زي عندنا ماده الميركوري، ما ينفعش نمسكها بايدينا. لما كنت جيت تشوفوا تشوفها مثلا في المعمل، ما ينفعش التيتشر ما بيمسكهاش بايديه، طبعا كلنا عارفين خلاص. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الامبورتنس اوف لافرز. هنيجي ناخد اكزامبلز وناخد كده تمرين نحل بسرعه. عندنا الهاكي بات، الفايده بتاعته انكريز سبيد. التويزر الامبورتنس بتاعته بيك اب فيري سمول اوبجكت، لان هو بيعمل اكيورسي فيري هاي اكيورسي ان بيرفورمانس. وبعد كده عندنا الويل بارو،
طبعا increase force لان هي بتشيل الحاجات الهيفي وانا بعمل small force او small effort. خلاص بكده نكون خلصنا ال importance of levers، خلصنا الفايدة بتاعها. ان شاء الله الحصة الجاية هناخد ايه اول تايب، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.